الآن إحنا شرحنا مع بعض إيش يعني array. الآن كيف نخلي الأري هذه تأخذ objects؟ قلنا مع بعض قبل شوية إنه أنا بمجرد ما أنشئ class أصبح الكلاس إيش؟ سمعوني؟ نوع جديد. خلاص هذه عبارة بدناش ننساها. بمجرد ما بنشئ الكلاس بصير الكلاس عبارة عن إيش؟ نوع جديد. وطالما نوع جديد فهو بينطبق عليه كل ما ينطبق على مين؟ على الانتجر وعلى الفلوت وعلى الدبل. بنفع أعرف منه أوبجكت، عرفنا منه أوبجكت صح؟ وبنفع أعرف منه أري صح؟ زي اليوم. طيب نيجي الآن لو افترضنا إن الورقة هذه هي عبارة عن أوبجكت. هي عبارة عن إيش؟ هاي ورق مع بعض كلها كاملة. هذا الأوبجكت إيش فيه؟ في بيانات. لو افترضنا هذا البيشنت مثلاً مريض، ففي عنده الاسم هيو علي، الحالة ريزيدنت مقيم في المستشفى، والتكلفة اللي عليه مثلاً 60 دينار. تمام كده؟ فهذا إيش؟ هذا أوبجكت. حلو. الآن الأوبجكت هذا أنا بدي أروح وأخذه وين؟ أصبح في الخلية في قيمة واحدة ولا أوبجكت؟ أوبجكت. فأنا فعليا مثلا هاي عندي أوبجكت، تمام؟ هاي حسن هذا أوبجكت، هاي هيك بحطه هنا. صار في خلية إيش فيه؟ أوبجكت. وهي كمان أوبجكت، حطيت كمان أوبجكت، تمام؟ وهي حطيت كمان أوبجكت. حلو. الآن أصبحت الخلية فيها ايش؟ اوبجكتس من نوع بيشنت مثلا، تمام؟ هي هيك، هي كمان اوبجكت. فاصبح كل خليه من خلايا هذول فيها ايش؟ فيها ايش؟ فيها اوبجكت اوف بيشنت مريض. كل ورقه من ورق هذا اللي احنا حاطينه قدامكم هنا، في مريض اسمه حسن مقيم في المستشفى، عليه تكلفه كذا. في هنا مريض اسمه رفيق، الحاله تبعته اوت، يعني تعالج وروح، التكلفه تبعته كذا. هنا في عمر برضه اوت، تعالج وروح. هنا في علي مقيم، تكلفته هالقد. تمام كده؟ يبقى الان انا فعليا لو بدي اجي اتكلم مع كل خليه من هذول، بينفع اجي اقول هاتي الري اوف صفر بتساوي علي؟ لا. بينفع اعمل هيك؟ بينفع اخذ لا. الحاله الحاليه الان الري هذه مالها؟ بيشنت، من نوع بيشنت. بينفع اجي اقول له الري اوف صفر بتساوي علي؟ لا. مباشره بينفعش. ليش بينفعش؟ لانه هذا الري اوف صفر واحد بتستنى منك نوع، من نوع ايش؟ بيشنت. بتستنى منك مريض، بتستنى منك اوبجكت من نوع بيشنت، فانت بعت له بس الاسم، ايش اعمل فيه اسم؟ فانا في الحاله هذه حبطل اقول له بدي علي، وحصير اقول له لا استنى، انا هبعت لك بيشنت واحد، هبعت لك بيشنت اثنين، هبعت لك بيشنت ثلاثه. يبقى هو اخذ في الحاله هذه بس الاسم ولا اخذ بيشنت؟ يبقى حصير انشئ انا كائن، حنشئ كائن في الاسم وفي الحاله وفي مثلا الاولويه تبعته والتكلفه تبعته، واقول له لو سمحت يا ري خزن عندك البيشنت هذا. اصبحت الخليه في الحاله هذه ظاهريا فيها كم نوع؟ نوع واحد مريض، لكن جوا نوع كم بيانات مخزنه له؟ ماني كثير، تمام؟ كثير. طيب كيف نعرف هذا المفهوم تبعه؟ كيف نعرف؟ تعالوا مع بعض نعرف كيف نعرف مصفوفه من نوع الكلاس اللي احنا عايزينه. الان احنا ايش قلنا بشويه؟ خليكم معاك، ايش قلنا بشوية؟ قلنا انتجر اكس اري بتساوي نيو انتجر 5. كده عرفنا مصفوفة من نوع مين؟ انتجر. طب انا بدي اعرف مصفوفة من نوع بيشنت، ايش اعمل؟ نفس الاشي، بدل الانتجر ايش بسوي؟ بيشنت اري اسمها اكس عفوا تساوي نيو بيشن وبدي فيها مثلا 10 مرات. اصبحت المصفوفه هذه من نوع ايش؟ من نوع بيشن. خلاص كده كل بساطه تمام. اصبحت كل بساطه هذه مصفوفه من نوع ايش؟ بدي مصفوفه من نوع ستودنت بقدر، بدي من نوع بي سي بقدر، بدي من نوع تيبل بقدر،
بدي من نوع اوردر بقدر. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه الان وانا ليش تفضل حنحكي هالوقت. طب انا ليش ازنق حالي واروح لالف اوبجكتس؟ لانه هاي التطبيقات موجوده في حياتنا. احنا في الكليه عندنا طالب واحد ولا مني؟ كيف بدي اخزنهم؟ لو بديش اتعامل مع قواعد البيانات وما شابه فحتعامل مع كل طالب على انه اوبجكت واخزنه في ايش؟ في اريه مثلا. واضح؟ طيب انا مثلا لو بدي الاوردرز في اي مطعم، في اي مطعم مش في عنده اوردرز؟ كم اوردر في اليوم بضلع؟ ماني. وين اخزنهم؟ بقدر اخزنهم حالها في ايش؟ في اريه. لو انا في عندي مجموعه طلبه وبدي ابحث عن كل طالب مين اعلى واحد في الدرجات، مين اقل واحد في الدرجات، مين اللي نجح في الامتحان، مين اللي رسب في الامتحان، وانا عندي 30 40 طالب في الشعبه، كيف اشتغل معاهم؟ لما بحطهم في اريه بقدر الف على الاريه واحده واحده، لان الاريه مالها متجانسه وما متصله، فبقدر الف عليهم واحد واحد جنب بعض واقول له انت قديش علامتك؟ فوق 60 ناجح، اقل من 60 اعظم الله اجرك الى اخره. صح كلامي؟ يبقى هذه اهميه الايه؟ انك تعمل الري اوف اوبجكتس، الري اوف اوبجكتس. وبالتالي كمان شويه ان شاء الله في الفيديو الجاي حنشرح ايش العمليات اللي بدي اشتغلها على الري اوف اوبجكتس، كيف اعبيها؟ كيف ادخل فيها البيانات؟ ايش ممكن اطبع؟ ممكن اخذ اكبر، اخذ اصغر، الى اخره. واضح؟ باختصار شديد احنا في هذا الفيديو كنا محتاجين فهمك انه الري اصبح فيها ايش؟ اوبجكتس. وكل اوبجكت هو عباره عن مجموعه بيانات معموله انكابسوليتد او انكابسوليشن. واضح؟ وبالتالي صار كل اوبجكت من هذول مش قيمه واحده، مش علي ولا احمد، لا مجموعه بيانات مع بعض. وبالتالي الان انا لما بدي اجي مثلا بس اطبع اسم الطالب هذا، بس اسمه، تمام؟ لو افترضنا هذا هنا باش بقول له اري، طلع اري اوف صفر، بينفع اقول له اري اوف صفر اطبع لي اياها؟ لا لحالها كده؟ ايش يطبع؟ ايش يطبع في اري اوف صفر؟ يطبع النيم ولا يطبع التكلفه ولا يطبع الحاله ولا يطبع الاولويه؟ ها؟ مش هينفع اقول له كده، لازم اقول له في الحاله هذه اري اوف صفر ضد مثلا جيت نيم. ها؟ احدد بالضبط ايش بدك. تحدد بالضبط ايش بدك، تمام؟ حاضر. او تيجي تقول له مثلا اري اوف صفر حط لي النيم، غير لي النيم، عدله، النيم صار فيه عندنا غلط، صار النيم حاله ثانيه. يبقى انت في الحاله هذه الخليه نفسها بطلت اقول له يا خليه خذي علي، لا، يا خليه ضد الاسم اللي جواكي خذي علي. واضح؟ بس نتعامل مع مين؟ مع اوبجكت، بتعامل مع اوبجكت، بس بدل ما كنت اسميه باسمه بي 1 بي 2 بي 3 حتعامل مع الري اوف 0 الري اوف 1 الري اوف 2، تمام؟ ان شاء الله في الفيديو الثاني حنشرح مع بعض العمليات. خلاص.